شيء الكميات يعني مش محدودة. بطاطا مسلوقة مقشرة، حطيت ثوم بودرة وكاري حلو، بهار كاري حلو وفلفل أسود. بس فيكم تحطوا البهارات اللي انتم بتحبوها، أنا حطيت هدول البهارات. كمان رجعت زدت رشة ملح وبلشت اهرسهم، وبتضلكوا تهرسون لحتى كل المكونات تختلط مع بعض. بتبلشوا تزيدوا الطحين حسب كمية البطاطا، تزيدوا شوي شوي لحد ما تتكون عجين، وبتفردوا بتقطعوا العجينة كذا قطعة، بتفردوا العجينة كل ما عملتوها أرقى كل ما طلعت بتقرمش أكتر. وبتحموا الزيت على رقوية وتحطوهم شوي بس يحمروا، بتقلبوهم وبترجع بتقيموهم مثل ما تاكلوا. كل ما رققتوهم اكثر انتوا عم ترقوهم بيطلعوا مقرمشين اكثر. صحتين.